بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم
بكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة. اسم على مسمى الفتاح شنوف، شنفت أسماءنا، رفع الله قدركم بالقرآن الكريم. الحمد لله فالق الحب والنوى وخالق العبد وما نوى، نحمده حمدا كثيرا جما على جزيل فضله والنعمى، لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى عليه أحدنا ما أثنى. له الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر، له الحمد حمدا مقرونا مع الشكر دائما، له الحمد في الأولى له الحمد في الأخرى. ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. عليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الحضور الكريم في هذا الحفل البهيج، هذه الأمسية القرآنية، باسم اللجنة المنظمة وباسم طلبة شعبة دراسات إسلامية نرحب بكم جميعا أساتذة وطلبة وحضور، فأهلا ومرحبا وسهلا. نرحب بلجنة التحكيم الفضلاء المكونة من الأستاذ الدكتور زكريا فائد، وهو أستاذ بهذه الكلية شعبة الدراسات الإسلامية. ونرحب بالأستاذ الشيخ محمد الشاعري، أستاذ لتجويد القرآن الكريم والقراءات في مدينة الدار البيضاء، وعضو بالمجلس العلمي لعين سبع. ونرحب كذلك بالأستاذ الشيخ سعيد مسلم، أستاذ التجويد والمقامات الصوتية بالدار البيضاء ومنشط في المجلس العلمي لعمالة درب السلطان. وكذلك الأستاذ عبد الفتاح شنوف القارئ، وهو خريج هذه الكلية. فأهلا وسهلا ومرحبا.